ايه شنو رايك في الساعه عم التوانسة على زميلك حفيف الدراجي؟ عندك معناتها صحيح انه ما يحبش التوانسة والا لا تعليق عادي؟ توا باش نقول لك انا توا سلام باش نقول لك توا هذا سؤال توا هذه امور صارت في ظروف مباشر و هي يكره ما يكرهش هذه امور يعلمها كان ربي هذه اسرار ناس وفي الاخر معناها تونس ما تقفش تمشي وربحت ومشات كاردو فينال وهو يمشي زاد ويواصل في تعليقه و فماش مشكله كبيره معناها كل واحد يقول اللي يقول.